السلام عليكم الإخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا الجديد ديال اليوم. الفيديو ديالنا ديال اليوم غادي نهضروا على واحد السيارة، سيارة فرنسية الصنع، طلبتوها مني الإخوان، واليوم إن شاء الله غنهضروا على هذه السيارة هذه. شنو هي هذه السيارة هذه ديال اليوم؟ غادي نهضروا على المميزات ديالها وعلى العيوب ديالها. يعني هاد السيارة كيفاش دايرة، كيفاش ما دايرة، شنو هما الحوايج اللي فيها زوينين، شنو هما الحوايج اللي فيها ماشي زوينين. اوكي، السيارة ديالنا ديال اليوم هي رونو ميغان كلاسيك. هاد السيارة هادي عندها واحد التاريخ زوين، سيارة صراحة يعني سيارة زوينة، لا في الهيكل ديالها ولا في الخارج ديالها ولا اي حاجة. اوكي، اجيو الاول نتعرفوا على المحرك ديال هاد رونو هادي. هاد الرونو هادي فيها محرك ديال 4 سلندر، كنهضروا دابا على ديال ليسانس، فيها محرك ديال 4 سلندر، محرك انجكشن، 16 فالف. البوزيشن ديال المحرك، البوزيشن ديال المحرك هكا، يعني محطوط هكذا، وقيل كيقول ليه باللغه العربيه يعني هكذا، عرضي، يعني هكا عرضي ماشي طولي، محطوط هكذا. الدفع ديال السياره يعني كتجرب القدام، يعني دفع امامي او جر امامي. الجير بوكس ديال هاد السياره هادي ديال هاد رونو ميغان كلاسيك، الفيتاس ديالها فيه 5 ديال لي رابور. السرعه القصوى ديال هاد السياره هادي تقدر تطيح بها 195 كيلومتر في الساعه. علاش؟ لحقاش فيها موتور كبير، كاين فيها عده محركات، ولكن المحرك اللي كنهضروا عليه اليوم هو ديال 1.6، كاين 1.9، كاين فيها حتى 2 كذا. المهم حنا كنهضروا على المحرك نورمال. اوكي، كيف ما قلت لكم السرعه القصوى ديال هذه السياره هذه 190، وتقدر تطيح بها اكثر اذا كان الموتور باقي شاد في راسه. اوكي، الاستهلاك ديال ليسونس ديال هذه السياره هذه في داخل المدينه، داخل المدينه كتستهلك شي شويه بزاف. اوكي، شحال كتستهلك في وسط المدينه؟ في المدينه كتستهلك ديك 8 ونص، خارج المدينه اقتصاديه بزاف، اقتصاديه بزاف، كتاكل خارج المدينه 5 6 ما كتفوتهاش، وهذا الشيء كيبقى على حساب يعني المحرك، واش المحرك يعني باقي شاد في راسو او يعني ما مهلاش فيه. اوكي، السعه ديال الخزان ديال الوقود ديال ليسانس في هذه السياره هذه هو 60 لتر. اوكي، السيستم ديال الفريناج في هذا الرونو ميغان هذه كلاسيك، السيستم ديال الفريناج ديالها فيها في القدام سيستم ديال الديسك، من اللور ما فيهاش الديسك. بالنسبه لجهاز التعليق ديال هذا رونو ميغان هذه، جهاز التعليق ديالها الامامي منفصل، كل رويضه بوحدها، ولكن جهاز التعليق الخلفي فهو يعني مشترك، كاين بار طويله والرسول، ويعني مشترك، الى مالت السياره من اللور كتميل كامله، والى مالت عاوتاني للجهه الاخرى كتميل كامله، فهذا الشيء هو اللي كاين. اوكي، الجوانت ديالها ديال 15، الرقم ديال البنوات الى ما خفتش نكذب 185 على 50، الله اعلم، اللي كاتبينها هما اللي عارفين. اوكي، زيد علاش غادي نهضروا، السياقه ديال هاد السياره هذه يعني تقدر تضرب بها مسافات طويله واخا ديال ليسونس. موتور ديال ليسونس فيه مميزات بزاف على المحرك ديال المازوط، المحرك ديال المازوط فيه بزاف ديال الاعطاب في هذا النوع ديال هذه السيارات هادو، يعني الموتور ديال ليسونس ناجح بزاف في الرونو كامل، الموتور ديال ليسونس ناجح بزاف. سيارة اقتصادية، الهيكل ديالها صحيح مزيان صبار، المحرك ديالها صبار كما قلت لكم، تقدر تضرب به واحد المسافات طويلة، وتقدر تهز فيها تقل وتضرب مسافات طويلة. اوكي، اما بالنسبة للسيارة، السيارة في الشكل ديالها الداخلي، الشكل ديالها الداخلي يعني سيارة مزيانة، الزيجان حتى هي فيها زيجان ديالها كتحكم فيهم الكتريك، فيها بزاف ديال الاشياء مزيانين. هادشي هو اللي نقدروا نقولوا على هاد السياره هادي، يعني سياره ديال الدرويش، وكتبقى سياره حسن من داسيا ب1000 درجه.
بالنسبه يعني للميكانيك ديال هذه السياره هذه، فالميكانيك ديالها ساهل، فليسونس الميكانيك ديالو ساهل بزاف، ماشي معقد، ما كيطلبش يعني شي مصاريف كثيره. البياس ديالها موجود، البياس ديالها الانسان بلا ما تخمم كاع في البياس ديالها كاينه، عطى الله الخير، والبياس ديالها يعني في المتناول ورخيص. وهذه سياره كتبقى دائما سياره مزيانه الصراحه، تقال الهيكل ديالها واخا خفيف ولكن الهيكل ديالها صحيح، ماشي ديك الصحه يعني نقارنو هيكل ديال فرنسا مع الهيكل ديال المانيا يعني في الصحه. فالهيكل ديال فرنسا عنده واحد المتانه ديالو، ولكن ما يقدرش يوصل ديك المتانه بحال ديال الحديد ديال المانيا. فهذه كلهم الناس عارفينها، ولكن واخا هكاك الحديد القديم ديال فرنسا فهو باقي صحيح، يعني الحديد ديال فرنسا باقي صحيح لحد الان، سيارات كاينين قدام وباقيين كيتمشاو والحديد ديالهم باقي صحيح. وكتشوف سياره عندها قدام عام كبيره تبارك الله شارفه وكتهز الثقل وكتمشى، هذاك الشيء الاخوان على حساب التهلو. فالرونو القديم راه رونو مزيان بزاف، رونو القديم رونو مزيان بزاف، وانا الرونو القديم كنحبو، والسيارات اللي عندي يعني كنحبهم انا في الرونو، كنحب السيارات مثلا رونو 21، كنحب السيارات ديال السياره باغيرا رونو 25، كنحب اسباس، فاسباس راه عندها واحد سطوريه كبيره. وكيف ما كنعرفوا الدفع او الجر الامامي عنده بزاف ديال المميزات، كيتميز بزاف على الدفع الخلفي، والدفع الخلفي او الثاني او حتى هو عنده ليه واحد الطعم ديالو وعنده لياش كيصلح. اوكي، نهضروا دابا على السلبيات ديال هاد السياره هادي. اوكي، السلبيات ديال هاد السياره هادي هي يعني المحرك ديالها مجهد على الهيكل، فهاد العيب هذا كاين عند رونو، عند الشركه ديال رونو من قادم الزمان، ماشي حتى اليوم عاد نجي نهضروا عليه. سياره مثلا ملي كتكون قابط بها مثلا 100 140، في هذا النوع ديال هاد السيارات ملي كتكون قابط 100 140 كتحس براسك بانك باقي انت متحكم في السياره، ولكن ملي كتفوت ديك 140 كتحس بان السياره ولات خفيفه بعض الشيء، وخصك لابد تبقى شاد المقود وكتبقى مركز. علاش؟ لحقاش الوزن ديال هاد السياره ملي كتكون السرعات العاليه الوزن ديال هاد السياره كيكون خفيف بزاف، والوزن الكلي ديال هاد الهيكل هذا فيه شي 1100 ولا 1086 كيلوغرام، 1100 كتكون في المازوت و 1086 كتكون في ليسونس. اوكي، نهضروا دابا، هادو هما العيوب اللي فيها، دابا نهضروا على ديال المازوت. ديال المازوت نفس الشيء، نفس الهيكل، الا فين كاين فيهم الاختلاف، كاين الاختلاف في المحرك. ديال المازوت حتى هي 4 سلندر، فين كاين الاختلاف؟ كاين الاختلاف في التيربو. ديال المازوت فيها تيربو وفيها العزم قوي على ديال ليسانس. اوكي، العيوب ديال هاد السياره هادي ديال المازوت فيها بزاف ديال العيوب في المحرك، يعني الميكانيك ديالو ماشي نقولوا يعني معقد، فهم الميكانيك ديالهم ساهل، ولكن ديما الافضليه كترجع للمحركات ديال البنزين، يعني المحركات ديال ليسانس فهما احسن وكيعطيوك واحد الاداء مزيان وسياره يعني اقتصاديه. فإلا جيتي يعني تقارن المازوت مع ليسونس ما كتلقاش يعني واحد الفرق كبير بزاف، ما كتلقاش واحد الفرق كبير بزاف. الاغلبيه ديال هاد السيارات هادو في ليسونس يعني اقتصاديه، سواء في ليسونس اقتصاديه، سواء في الوريقات ديالها صغار على ديال المازوت، وزيد 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 وزيد. هاد الشيء هو اللي كاين الاخوان، وكنتمنى ان شاء الله نكون يعني تكون في هذا الفيديو هذا وقربت لكم يعني الفكره، وعطيتكم الاشياء اللي باغيين تعرفوها، وبارطاجوا المعلومه مع الناس اللي ما عارفينش. والله يعاونكم الخوت حتى لشي فيديو جاي ان شاء الله.